مساج بخير. شلونك؟ شلون البنات؟ شلونك انت؟ ان شاء الله بخير. انا بخير. هلا دواء زين يدنا اليوم ولا باصنا بالقراج جابيل اسبوع على ما يخلص. احنا بالشوفه يا ام فيصل، ما عليك الا تفرين التلفون وعند وجهك. وي عسى عمرك طويل يعني ما نبكيك. يا ريت عندك باص بدل هالوانيه كان تغولت معك بالشهر. يعني اذا شريت الباص يعني بالشهر شي يطلع لي عشان اعرف مدخولي كم؟ 200 دينار اعطيك بالشهر. 200 دينار منك؟ اي لا هذا ضمننا قسط الباص غيره. ابشر بالخير بعد اكلم صديقاتي وكل الطقاقات اللي اعرفهم خليهم يتقاولون معاه وكل عرس توديهم. حلو زين اذا وصلت ربعك انا وزميلاتك ايش يطلع لي منهم بعد؟ بالعرس 20 دينار كم يطلع لك؟ 20 بالشهر يعني لو قلنا يعني 30 في 20 600 شيلي منهم ايام اليمع وهذا يعني 450 نعمه نعمه يا بعد عمري عساك على القوه يا ام فيصل. بس انت عز ومشتري الباص وبشر بالخير شرط اخلي الشهر كله شقال. عساك على القوه يا بعد شبدي والله لا قالوا لو خليت خربت على راسي يا ام فيصل. افا انا عين وعاون يا بعد عمري. يلا تفضلوا. يلا يا بنات ركبوا العده. يلا هذه والله ساعة المباركة. ساعتك أبرك حسن عمر طويل. يلا تعاونوا الحين تعاونوا يبي لهم كرين كرين صغير بس ما يخالف فيهم مبركة. يلا جواز بركب الحجية يا يمي ما تقدر تركب ورا ما يخالف؟ لا ما يخالف يا حجية تامر. يا دواس ما تقول اخوي يخاف علي؟ انت شدراك انها الطقاقه ام فيصل هذه ما تقص عليك وتخليك تشتري الباص تالي تروح بجبدك؟ الله يهداك انت بس المره تبي مساعدتنا تبي لنا الزين. المره قاعده تعطيني كل روحه وياي 20 دينار اوصلها واردها بتفيدني كاسر خاطرها. ليش ما تصفي النيه مع العالم يا اخوي؟ زين انا خايف عليك والله خايف عليك والمثل يقول من خاف سلم. احنا لو الله يفكنا من امثالك اللي كل شوي حاكني بواحد منهم كان احنا بخير. ما علي منك انا يوم الاربعاء نازل حراي وبشوف لي باص مستعمل نظيف وبدفع باللي هو. ومنين لك فلوس؟ شنو منين لي فلوس؟ من اخوي طبعا منك. وانا منين لي؟ عجيب انت قاعد تجمعها فلس من حقه مو لنا. انا خاشها لليوم الاسود. قضبني الفلوس اللي عندك والله ما تمرصنا الا مدوبلهم لك. بالحيلة بالقنبوزة باللي هو عندك حل ثاني؟ دواس من عاش بالحيلة مات بالفقر. الحكي ضايع معك ماك فايدة. لا تزعل مني يا أخوي مخك مصين على هالأمثال. ترخص برخص. وين رايح؟ أروح أدور لي واحد غريب أتسلف منه مدام أخوي من أمي وأبوي قلبه ما حن وساعدني. عجم أنت؟ عزم ما فيني ما فيني ما ايه تبكبك انت مات الطماشه ما بكيت الحين قاعد تبكي حق الفلوس. مقهور اخوي مو راضي ساعدني بدور قريب. انت لو عيد بن شاكر نكلمك كلامك لا غير كلامي في مال الله. صدق المثل اللي يقول الفلوس تخير النفوس.